الهدف هو أمن المواطن وليس أمن النظام. أي نظام؟ السابق، الحالي، القادم؟ الهدف هو أمن النظام وليس أمن المواطن. أي نظام؟ السابق، الحالي، القادم؟ الهدف هو أمن النظام. احنا لغايه دلوقتي بقول لحضرتك احنا ما بنحاولش اطلاقا نعتدي على اي واحد الا اذا حاول اقتحام الامن في مصر هو حجر الزاويه في انطلاق مصر الى المستقبل. وكان العبور الثاني والشرطه في القلب منه ايضا هو 25 يناير 2011، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون 25 يناير هو أيضا عيد الشرطة. تألم رجال الشرطة كثيرا خلال الثورة من كثير من الاتهامات وجهت لي، وإيمانا برجال إيمانا من رجال الشرطة برسالتهم وإدراكا لمسؤولياتهم نحو الشعب المصري وأمن شعب مصر، تركوا الأمر للتاريخ لكي يتحدث. ولم يكن يتوقع رجال الشرطة أبدا أن التاريخ سوف يتحدث بهذه السرعة ويبرئ رجال الشرطة من كل الاتهامات اللي وجهت ليهم إبان ثورة يناير 2011. والشعب المصري الآن يدرك تماما أن رجال الشرطة بذلوا الجهد والعطاء من أجل هذا الشعب وأبرياء تماما من كل هذه التهم. وأدعو الله أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا بحق رجال هذه المرحلة وأنتم في القلب منها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انما انا بأؤكد واؤكد ان الداخليه عمرها ولا هتضرب طلقه على اي مصر. لقد اخطرني الان وزير الداخليه انه لم يطلق خرطوش على المتظاهرين، لان في تصورهم ان الشرطه لما هي بت بت بتواجه تظاهراتهم ان ده فيها بيحد من حركتهم، وبالتالي دول ناس بيقوموا بدور غير سليم بحفظ الأمن والنظام.